تحية جمعوية، تحية ثقافية عطرة. أسعد، أنا سعيد جدا بتلبية دعوة جمعية أورا، لأنها تحت لي الفرصة باش نناقش مع الأخوات والإخوة الحاضرين والحاضرات موضوع شائك، موضوع الساعة، موضوع لماذا الأمازيغية. كانت مساهمتي تدور حول ضرورة الأمازيغية. لماذا ضرورة الأمازيغية؟ التي هي ضرورة لأنها أولا حق من حقوق الإنسان، ثانيا لها من المقومات ومن القيم ما كان الأجدر بالدولة المغربية أن تأخذ بها منذ فجر الاستقلال، لكنا ربحنا وقتا ثمينا، ولكنا سبقنا في هذا في كثير من المجالات، لسبقنا كثير من الدول، منها حتى المنتظم الدولي بنفسه.